في المحاضرة دي هنتكلم على عكس العملية. عكس العملية ازاي؟ لو انا رحت لإكس بارتكلز هحط إكس بارتكلز سيستم وهروح لأيكون إن بي بورد ونان وهروح للمترو إن كريت. المترو استنى شوية على ما تخرج الرسالة، أنا لغاية دلوقتي أصلا ما قريتهاش ولا استنيت إنها تكمل، وهروح للريكتانجل وهخليه هزيرو. هروح هنا أجيب أوبجكت وليكن تولز، وهروح لديسبلاي وأقول له دروت شيدنج، وهزود الباي سيجمنتس وهزود ديفيجن سيجمنتس. بعد كده هروح للمتر. الفكرة إن أنا عايز أخلي ده عبارة عن بارتكلز، كل فيس عبارة عن بارتكل أو كل بوينت عبارة عن بارتكل. هروح للمتر وفي أوبجكت هقول له إن الإمتر بتاعي هيبقى عن طريق أوبجكت، والأوبجكت بتاعي هيبقى التولز. لو جينا عملنا كده ده العادي. طيب ازاي هخلي ده هو اللي يتفرج؟ عن طريق جنريتورز. ده من ضمن الحاجات اللي مش موجودة في الفيرجن اللي قبل 3.5، بس ممكن نتحل عليها بالبلوجن بتاع اكسبلود ونباصي الاوبجكتس للاميتر. عموما هروح لفراجمنتر بيعوز اميتر، هقول له اتفضل، بس في دي لازم اقول له سيت اب اميتر، اخفي ده وفريم واحد، وهذا هو الموضوع. لو جينا عملنا كده هيبقى بالمنظر. الجميل بقى ان لو رحت للتورس و خليت دي 25 وخليت دي 80 82 وجينا عملنا كده، جينا عملنا بلاي تاني هلاقي الدنيا اب ديتابل. الفكرة ان لو رحت للاكس بي فراجمنتر التيكت شال اوريجينال. اوريجينال يعني هيبقى زي ما هو، او ان انا اقول يوز بارتكل كولر. اوريجينال لو انا خدت له ماتيريال، لكن يوز بارتكل كولر هيقلب لي على البارتكل كولرز. خلينا على البارتكل كولرز. السكيل مود اما البارتكل سكيل او البارتكل ريديس كالعاده، لكن انا عايز اعمل حاجه حلوه، عايز اروح كده واسيب ده زي ما هو واروح لامتر واروح للاميجن واخلي السبيد دي بزيرو. كونك انك تخلي السبيد بزيرو بالمنظر ده هيبقى بالشكل ده كده، هيبقى بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. و ده اللي انا محتاجه. ليه؟ لاني هروح للموديفايرز وهروح لجنريت موديفايرز واحط سكيل موديفاير. السكيل موديفاير انا عايز الفولو بتاعه لينير، تمام؟ اذا لو انا عملت كده ومشيت بالسكيل موديفاير اللي هيحصل انه يعمل سكيل بالشكل ده، بس انا عايز الموضوع غير كده، انا عايز اقول له invert. خلينا نعمل كده، وجينا على ال object scale change، تمام؟ ونخلي بالنا من اللور ليميت سكيل والابر ليميت سكيل. الابر لو اقصى سكيل هيوصل له هنخليه واحد واحد واحد. لو جينا عملنا بلاي، جينا مسكنا ده كده، مش عايز اغير. هنا الاوبريشن ست
الفولف اللي انا نسيته ان المفروض لو هنستخدم اوبريشنز زي دي هنروح للاكس بي اميتر وهنا هقول له صفر. ليه؟ لان اللي بدأ يتحكم في الموضوع مش بالظبط، بس الفكره في الفولوف في ده، انا لو جيت سحبت ده كده ده ماشي، بس انتوا خدتوا بالكم في الاول انه بدأ لوحده. هنا عملنا كده، لو رحنا للسكيل بدل تشينج اوفر تايم انا هقول له اوفر فريم، تشينج فاليو اوفر تايم. ماشي، خلينا على اوفر تايم وهعمل كي فريم على الزي واروح هنا على فريم 45 مثلا واخد دي الناحية التانية بس ازود الفول اوف فريم واديها. لو جينا عملنا كده طبعا هرجع لورا لان هو محصل البارتكل. لو جينا عملنا كده هلاقيها في الشكل اللي احنا شايفينه. طبعا لو رحنا للفول وخدنا دي لورا خالص هيبقى فيه تأخير جامد فيه السكيل بالشكل ده. ده بالنسبة لازاي نجنريت ده من ده. ممكن اخد سبديفيجن بلاش لانه هيتقل الدنيا، بس احنا عرفنا الفكرة شكلها عامل ازاي. طبعا لو جينا نعمل رندر هنلاقي بالمنظر ده، بس ممكن رندر حاجة احسن من كده. لو رحنا للإفكت وحطينا السيل رندر وجينا عملنا رندر هنلاقي حاجة بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده. لو قلنا كولر كمان هيديني كولر وهيديني الكلام ده كله، لكن انا مش عايز كولر وعايز كمان الايدجز بالمنظر اللي احنا شايفينه. يعني ممكن اطلع شغل كويس قوي بالسيل ريندر. ولو رحنا للتورس زي ما قلت لكم ان الموضوع سهل انك تعدله، انا ممكن اروح حتى لموجراف واقول له افكتور واحط من هنا راندوم افكتور، وفي الراندوم افكتور هخليه يشتغل كديفورمر على البوليجونز وهحطه جوه التورس. بس هبص على شكل التورس هيبقى شكله عامل ازاي. هروح ل ده وحتى هلغي بوزيشن واروح لافكتور وبدل كده هخليه تربيونز بالمنظر ده، واروح لبارامترز واعلم على البوزيشن بحيث يبان بالشكل ده كده، وبدل من 50 هخليه 25 25 25 بحيث يبقى في جيجلينج. بالمنظر لو قلبنا ده وقلبنا ده هنلاقيه بالشكل. لو رحنا للإميتر رحنا الأوبشن طبعا عشان اقول يوز انيشيال ستيت انا عايز اقول له ستيك بارتكل اوبجكت كمان بحيث تلزق في الاوبجكت وتاخد نفس الانيميشن بتاعه اللي احنا شايفينه بالشكل بتاع السير رندر. لو جينا عملنا رندر هنلاقيها بالمنظر. هقلب
ولو شلنا 1 بارتكل بير سورس هنلاقيها بالشكل ده. انا طبعا عايز بارتكل بالشكل ده، طبعا بوليجون سنتر ماشي، ممكن اقول له بوينتس ماشي، ممكن اقول له ايجز ماشي زي ما انت عايز. بس بما اني شغال سكيل مفيش سكيل بيشتغل على البوينتس، فانا هقول له ايجز هل ينفع؟ برضو اعتقد مش هتنفع، لكن هقول له بوليجون سنتر تمام، بحيث تبقى بالمنظر اللي احنا شايفينه. طبعا ممكن اروح للاكستندد داتا، ممكن اقول يوزر لوكيشن، ممكن اقول له اعمل لي سمبل سبين تمام، وليكن بضعتين 2 مع فاليويشن 2 2 2. لو جينا عملنا كده هنلاقي فيه سبيننج للبارتكلز، لو جينا عملنا رندر هنلاقيه بالشكل ده. خلينا بلاش للسبيننج ونقول له راندوم روتيشن. طبعا انت حر بقى، انت كده عرفت عرفت الدنيا عامله ازاي. ممكن نحط كذا موديفاير على الموضوع ده. هنا في الافكتور انا هقول له نويز، بس تبقى اهدى شويه بالشكل اللي احنا شايفينه. هل كده وبس؟ لا، ممكن اروح للاميتر و او فين الموديفايرز، من موديفايرز هروح هنا لموشن موديفايرز، ممكن اروح ل كده. نكون عرفنا كمان ازاي نشتغل على البارتكلز من اوبجكت. ومش كده وبس، انت ممكن تاخد جنريتور ده تحطه جوه اي حاجه، جوه اي حاجه من دول، حتى نحط جوه اتوم اري. خلينا كده في اوبجكتس اوبجكتس ورحنا للاتوم اري، وهنا هنقول له السفير دي بثلاثة وده بواحد، السب ديفيجن سيجمنتس هنخليها بأربعة يعني عشان ما يبقاش الموضوع كده، ونلاقيها بالشكل اللي احنا شايفينه. لو جينا عملنا ريندر هنلاقي بالمنظر ده. ممكن انيميت او ممكن انيميت. فاحنا جينا عملنا ده زيرو، جينا عملنا ده زيرو اللي هو اقل راديوس له اصلا اللي هو 1/10. عباره عن خيوط، عباره عن خيوط. فاحنا انا هشيل دي، احنا كده عرفنا الدنيا ماشيه ازاي وانتهى براحتك. ممكن حتى تعمل انيميت للسلايسنج بتاع التورس نفسه تمام، لو انت رب بس جبنا التورس كده، لو قلنا من زيرو شيل ونجرب. هنلاقي الإفكت اللي احنا شايفينه، مش عارف ده ايه اصلا، بس عموما هو شكله بياخد الستاندرد انيميشن، ما بيشوفش البارامتر البارامتريك انيميشن، فلازم اخدها له تكون اسرع منه. تمام، فعلا مش هيشوفها، مش هيشوفها. فخلينا على
كل الكلام ده تجارب عشان بس اعرف هو بيشوف ايه ما بيشوفش ايه وما الى ذلك. خلصنا من التورس تمام، وناخد الراندوم ده طلعه بره بس، واخد المنيول، واخد ده جوه ده، واخد ده مع ده، Alt G، ويبقوا الاتنين مع بعض. في الحالة دي المفروض ده يبقى سي وسي، والاتنين دول كونكتد لاست دي، أو خلي ده معاهم زي ما هو. وفي الإميتر بتاعي هاخد نلاقي الابستراكشن. لو جينا نعمل رندر هنلاقي السرندر بالمنظر ده. كده خلصنا من ازاي نجنريت بارتكلز في جيومتري، وازاي نجنريت جيومتري في بارتكلز. نشوفكم في المحاضرة الجاية ان شاء الله.